مرحبا لجميع الاصدقاء المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم اصدقائي دائما عبر شاشه تلفزيون لبنان ومن خلال البرنامج مرايا الشمال. تحيه لكم وما كنتوا عم تتابعونا، ان كنتوا داخل لبنان بالمدن والقرى والبلدات اللبنانيه او كنتوا خارج لبنان، ودائما بقول للمغتربين لبنان هالوطن الجميل دائما مشتاق لكم. اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله بتكون هالمناسبه السعيده هي محطه لتجديد المحبه والتلاقي والتسامح والحوار بين جميع اللبنانيين. ولا شك عم نعيش بظروف اقتصادية ومعيشية ضاغطة، وخصوصا بظروف عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لوباء الكورونا. على أمل يجي العيد المقبل ويكون في معالجات لكل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية. أصدقائي، اليوم حلقة غنية، نحن وياكم وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. جولة بالأسواق الداخلية بمدينة طرابلس. طبعا اليوم الظروف المعيشية والاقتصادية ضغط على الناس، ولكن دايما في حركة والناس دايما بدها ترتدي حلة العيد، بالإضافة لحلويات العيد وعادات وتقاليد بمدينة طرابلس. عم نقطف ملوخية، عم نعمل أربوزة، هندبي، لوبيا بلدية. يعني الواحد بيجي بلاقي طبخته جاهز؟ أبدا، جاهزة خاصة، دغري بيغسل وبيطبخ. هيدا أجواء أجواء عيد مثل ما أنك شايف أنت، فهمت علي كيف؟ عاجقة على طول عنا بهالأصوات، بس هلا عم بخوفونا من هيدي المرض كورونا، مورونا مدري شكلوة، وشو بدنا نعمل؟ كل عام وأنت بخير. بخير، نعود عليكم. معمولة العيد شغلة ضروري. ايه اكيد، هيدي يعني من عادات اهل طرابلس، معمول العيد هذا بينعمل بعيد الفطر السعيد وعيد الاضحى المبارك. بدي لك العام وانت بخير. وانت بخير، نعود عليكم وعلى جميع اللبنانيين والمسلمين عامة، والله يعطيكم العافية. قصة الكعك وطرابلس. الكعك مع طرابلس تراث، يعني شو بدي اقول لك لحتى اقول لك، والبيع عنكم يعني بتحنا عنا نحن من 70 80 سنة، لقيت ابي وقبل ابي جدي وقبل جدي ابو جدي بهذه المصلحة هيدي. اليوم الأسعار تغيرت عن الأول، اليوم عم بيقولوا السمسم غلي. الله يهدي مسؤولين، الله يهديهم ويطلعوا بهالشعب. الله يهديهم، قول له اتقوا الله بهالشعب. يعني كل زبون عم يسألني قديش الصحن وقديش، يعني أنا عم رخص قد ما فيني. هيدا وضع الناس صعب. هيدي حولة البلد يعني. يعني العيلة عم تاخذ صحن واحد، بعدين ما تاخذ خمس صحون، عم تاخذ صحن واحد. هي قد ايه صار لك هون بهالمحل؟ صار لي شي 55 سنة تقريبا بهالمحل. بهالمحل شو الحلويات اللي بتعملها عادة؟ كل شي حلو عندي جاتو، عندي سبوف، عندي معمول بتمر، معمول بجوز، بقلاوة، لحمة بعجين، شعيبيات، معمول أقراص، بقلاوة. بعد الأسعار مثل ما هي عندك ولا؟ لا، غلينا هلا حسب الغلاء طلعنا. الأول هلا بلا ما أخذ، امبارح كنت عطال عم بسألوا عطين الشكاوي، كنا ناخذه بخمسة 5000 داي كيلو يا عمي، قال لي 25000. معقولة؟ من 5000 ل 25000 ما معقولة. بدنا خلي لك يوم ما بدنا نشتري، بطلنا نكون. إن شاء الله بتكون مدينة طرابلس دائما مدينة السلام. الله يبارك فيك ويهدينا ويهديك، وعلى مكة يوديك، ومن ماء زمزم يسقيك، وإن شاء الله بتضل في صحتك شم أوتوماتيك وسمباتيك، وإن شاء الله منركبك على تل فريك، وإنت شاب من نعل أجل كتيف كريف كتيف، وإن شاء الله بصير عندك سيارة هيدروليك، وبتطلع بصلي الصبح بأبو سمرة عند الشيخ مروان الديك. في مثل طرابلسي بيقول علاش أول سال أول شغلة أهلا وسهلا فيكم بطرابلس وبالأسواق الداخلية يلي هي قلبي عليا، لأنه في مثل بيقول باب التبانه باب الذهب، فبلشنا بباب الذهب صار باب التنك. ايه
خوفي على الاصوات ومسيره الاصوات. بس اللي اتضح لي بهالايام، يا ريتك جيت قبل شوي، عالم مثل النمل ما لهم غنى عن الاصوات يا ريس. السوق سوق ما في ابدا 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 ابدا. وعشو بدي استفك لك يا سفرجلي يلي كل كاتشي بغصه. هلا لتقول لي انه الاصوات الحلوه منيحه منيحه وفي حركه الحمد لله، وهذا من فضل ربي. العيد يعني اسم منك قدر توجد له رديف الا العيد، والعيد ما بتلاقيه الا باسواق الداخليه وسوق العطورين وسوق البزرقين وخان الصابون وخان. هذا العيد عندنا هون. وبعدين هذا معلمي اذا بتريد انت وجودك عيد بطرابلس، جو العيد مش موجود بالنسبه للحاله الموجوده المأساويه الموجوده على الكورونا وعلى وضع البلد وغياب الدوله تماما. منا موجود الدولة ولا في الدرع. عم نشوف حركة بالأسواق، في حركة ناس بس ما في مبيعات. يعني بدنا انماء للبلد تقدر الناس ترتاح، بس يشيلونا عامل الخوف والإشاعات. الإشاعات الموجودة، الناس طيبة والناس بدها تشتغل وبدها تعيش. ونلاحظ كمان برمنا هلا من خلال البرمي في أسعار متواضعة بتختلف. نحن بعدنا عم نبيع على سعر 1500 دولار. الدولار 1500 عم نبيع وعم ناضل لتبقى البلد، لانه الناس بالقوه الشرائيه منها موجوده. ثانيا ما زادت معاشاتهم لهالسبب، ما فيك تغلي انت. مطعم خيري في سبيل الله مثل ما شايفين، يعني يعطيكم العافيه. بدي لك كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب، الله يخليك. خبرني على هالفكره الحلوه. هيدي الفكره والله صاحبين المحل هون عاملين مطبخ يومي في سبيل الله، كل يوم طبخه شكل، وما بيريدوا حدا يساعدهم، يعني هن من ميلهم الخاص يعني، وكلهم شيء جديد ان شاء الله. مين ما بده يجي بياخذ وجبه وبدل مشي. اي واحد ابدا انا من. واذا اجى حدا مثلا بده يتبرع مصوري، لا ما بياخذوا مصوري ليتبرعوا، هن حابين يعملوا من ميلهم الحر. رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار فضيلة الشيخ مالك جديدي، بدي لك اليوم كل عام وأنت بخير، يعني أضحى مبارك. وعم نحتفل عبد الزمن عيد الأضحى اليوم مع عيد الجيش، هالمناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رغم الظروف الصعبة والقاسية على الجميع، نحن لابد أن نتوجه بالتهنئة لكل الشعب اللبناني بكل أطيافه، سواء في عيد الأضحى أو سواء بعيد الجيش اللي هو عيد ومناسبة لكل اللبنانيين. وهذه المؤسسة ستبقى لها في ذاكرة كل مخلص لهذا الوطن كل الوفاء والتقدير والمحبة، جزاء ما ضحت وما بذلت وما قدمت من شهداء نستذكرهم اليوم، أنهم هم القامات التي قامت عليها أركان هذه الدولة وأركان هذا الوطن. هذا عيد يعطينا أمل، يعطينا أنه هناك بإذن الله استمرارية لهذا الوطن، وإن شاء الله تمر هذه الظروف القاسية وتطوى هذه الصفحات حتى نعود إلى ما كنا عليه وأحسن مما كنا عليه بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بخير جميعا، تحية لكم جميعا، تحية لكل أبناء المؤسسة العسكرية ولكل أبناء الوطن، والسلام عليكم. راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيلوس منصور، بدي أقول لك يعني أعياد مباركة متزامن، عيد الأضحى المبارك مع عيد الجيش اللي طبعا المناسبة الوطنية بتعنينا كلنا. أول شيء بدي أتوجه لأخوتنا المسلمين بالمعايدة القلبية وقل لهم كل عيد وهن بخير، وجميعا بما يمت إليهم بصلة إن شاء الله يكونوا بخير وبعيدين جدا عن هذه المنظومة الفاسدة التي تجرح أعيادنا في هذه الأيام وأيامنا وأزمنتنا، وأن نقضي معهم دائما ما يرضي الله من فكر وتوجهات ومحبة وسلام وطمأنينة، لكي نعبر للناس جميعا أننا بالفعل نؤمن بالله الرحمن الرحيم الطويل الأنات الجزيل التحنن. بفرحنا دائما يكونوا اخوتنا المسلمين في اعياد، لانه بنعرف بالنسبه لهم قديش العيد ايضا هو حاله وطنيه بتلاقيهم معنا وتلاقينا معهم بكل الاحوال. بنشعر انه البلد بخير،
وخاصة باللهفة الاجتماعية اللي بنشوفها عند كافة الأطياف في هالمجتمع. وهلأ بتتوج الأعياد أيضا بهالأيام، هو بعيد الجيش اللي بالفعل بحسب ما يعبر الجميع الجيش اللبناني هو جيش وطني مؤلف ومكون بنسب متفاوتة من كل أبناء هذا الوطن، وهناك حرص على تكوينه من كل أبناء البلد لحتى يكون الصورة الطبيعية والواقعية عن لبنان الجمال وجمال الثقافة وجمال الأمن والأمان. وأنا ممنون إنكم سألتوني اليوم لعبر أستاذ منذر لعبر عن مشاعري وودي ومحبتي لهذا الجيش الذي يشكل بالفعل درع الأمان والطمأنينة في هذه الأيام العصيبة وفي أيام السلم أيضا. بعيد الجيش لابد من طبعا اليوم نتذكر شهداء الجيش اللبناني اللي سقطوا دفاعا عن الوطن اللبناني، وخصوصا المعاون ابراهيم زهرمان هون بدارته مع الوالده والدته مع زوجته مع عائلته اللي كل نهار بيتذكروه تماما. وكل يوم حجي لك زياره صباحيه لاله، زياره قبل ما يطلع الضو قوم بقول له الله يصبحكم بالخير يا ماما، وبعد ببرم حوالي بوسه وبدحم الحولي بضلني شيء، وإن شاء الله بيعود الله هالجيش كله بألف خير بإذن الله، والله يحمي كل شيء لابس هالبدلة، الله يحمي قائد الجيش ويحمي كل شيء حد منه ويخلي لنا ولاده ويرد عنهم يا رب. كل أم محروقة الله يحط الصبر بقلب. شو عندك ذكريات حجي عن الراحل؟ أخ إيش بدي أذكر؟ الكلمة الوحيدة اللي قال لي إياها قبل ما يروح بيان على الخدمة، وعدي أنا وياه جو، قلت لهم أمه ليش رابطك يا مكتور هيك يا أمي يا حبيبي؟ قال لي ما بيني شيء ما بيني شيء، قلت له قل لي إيش بيك الله يرضى عليك، وانطلع لبرا، طلع لبرا وانطلعت برا، سوري بوسية، قال لي تعالى قال لك يا حبي، قلت له يا عينة، قلت له الله يرضى عليك، قال لي أنا على بكرة عندي مهمة يا ماما، قلت له يا ماما الله يرضى عليك. لا تضحم كتير يا حبيبي الله يوفقك، إياك يا ماما انتبه على حولك الله يرضى عليك، وانتبه على رفقتك الله يرضى عليك. قام التفت علي رجع بوسنا قال لي يا ماما والله بدهم يجيبوني بالعلم لعندي. حضرتك اخته للشهيد ابراهيم زهرمان، شو كلمتك اليوم؟ اليوم عم نحتفل بعيد الجيش، وطبعا انتم يعني بيتكم شهيد، فخورين بالبطل؟ اكيد فخورين بخي الشهيد معاون زهرمان. انا بعيد كل الجيش، بعيد قائد الجيش، ان شاء الله بينعاد على كل الجيش يا رب الله يحميه. وانا بعيد خيي الشهيد البطل ابراهيم زهرمان. واسقني ماء الوفاء، ادفنيني في التراب واسقني ماء الوفاء، عيني يوم ذهابي لن يموت الشهداء. ربي لي أمي وفاتي، لا تموتي بالدموع،
ظروف البلد الصحيه، ظروف البلد طبعا الاقتصاديه والمعيشيه. هالسنه طبعا ما كان في مناسبات عن احتفال بعيد الجيش، ولكن كان لابد من تذكار الشهداء الجيش، وخصوصا مع عائلاتهم في القرى والبلدات اللي قدموا تضحيات ودمائهم الزكيه دفاعا عن الوطن الحبيب لبنان. واليوم زيارتنا باكثر من قريه وبلده عكريه، وتحديدا ببلده عدبه اللي فيها اكثر من شهيد، وخصوصا الشهيد البطل العريف ماجد جرجس والدته. يعني شو بدنا نقول اليوم؟ المناسبه بعتقد اليمه وحزينه. اكيد اليمه كثير، وما بتتعوض خسارته، خسارة كبيرة كانت خسارة ماجد. بس كمان نرجع منقول هيدا وقعنا العسكري بأنه يقدم دمه فدا الوطن، بس إن شاء الله هالوطن يكون قد المسؤولية بالنسبة لهالشهداء. دكتورة سوسان جرجس، حضرتك يعني شقيقته لراحل الشهيد بالجيش اللبناني ماجد جرجس، اليوم أكيد ذكرى بتضل ذكرى أليمة بالقلب، ولكن فيها فخر كون استشهد دفاعا عن الوطن. أكيد ماجد فعلا، يعني نحن لحديت هلأ كتير منفتخر، لأنه طالما أنه الإنسان بده يموت، لا كتير فخر لإله أنه مات شهيد دفاعا عن لبنان، دفاعا عن قضية بتساوي وجودنا. يعني هي إلى حد ما تساوي قضية صراعنا مع اليهود أو مع إسرائيل إذا بدك. التكفيرين كانوا هني كتير خطر على لبنان، ونحن بنفتخر فيه، بنفتخر بكل الشهداء اللي تابعوا هيدي الرسالة من بعد منه. ليس إن حل الضرار ضاع صبحي في الضرار، ليس إن حل الضرار ضاع صبحي في الضرار، إن قلبي لا ينام ينشر الفجر السلام. بالنسبة لعيد الجيش بحيي كل الجيش وقائد الجيش، وكلنا لازم نشد عقيد الجيش لأنه هو الحامي الوطن وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمر بنا هذه المناسبة الوطنية الجامعة بامتياز، ووضع لبنان في أسوأ ما يكون، ونسأل الله أن يلطف بالبلاد والعباد. أوضاع البلاد في أزمة اقتصادية ومعيشية، في تدهور للليرة، أوضاع أمنية مخيفة، أوضاع عالمية وإقليمية، أوضاع هذه الثورة أيضا المطالبة بالحقوق، وأيضا أزمة وجائحة كورونا. هذه الأزمات المتتابعة تمر بنا وتعصف بنا، ويبقى جيشنا هو الأمل لهذا الوطن، ليلتف حوله المواطنون حين يشعرون بالأمن والأمان. هذا الجيش اللبناني الذي ضحى ولا يزال يضحي رغم تدهور أوضاع الليرة، وجنوده وضباطه البواسل الذين يبذلون الجهد رغم تغير الأوضاع المعيشية، لكن لا نزال نرى فيهم الأمل لهذا الوطن. وما أحوج السياسيين أن يقتدوا بهذا الجيش الذي يرفع شعار الشرف والتضحية والوفاء، أن يكون شعار هؤلاء السياسيين النظر إلى البلد بشرف وتضحية ووفاء، لا أن يروا وينظروا إلى المحاصصات ولا إلى المحسوبيات ولا إلى السمسرات ولا إلى الحصص الطائفية والحصص المذهبية. نريد لهؤلاء السياسيين أن يلتفتوا للأوضاع المعيشية والأوضاع الأمنية والاقتصادية، وأن يبادروا للتنازل قبل أن يتهدم الهيكل على كل من فيه، قبل أن لا ينفع الندم. لا يزال هناك فسحة من العلاج وفسحة من الأمل بما تقوم به الدول تجاه هذا البلد الطيب، لكن نريد من السياسيين أن يتلقفوا هذه المبادرة، ونريد أن يلتفوا وأن يقتدوا بالجيش اللبناني، هذا الجيش الذي هو عماد الوطن وسياج الوطن وعكار الأبية التي قدمت ولا تزال تقدم كل الشهداء والتضحية. حمى الله بلادنا وحمى الله هذا الجيش، وحمانا وإياكم من كل سوء ومكروه، ورفع الله تعالى عنا وعنكم الوباء والبلاء والغلاء وكيد الأعداء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بالختام أصدقائي أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتمنيتنا جميعا أن تعود الحياة لطبيعتها بوطننا الحبيب لبنان وتعالج كل القضايا الصحية والمعيشية والاقتصادية الصعبة. كان معكم من شمال لبنان منذر المرعبي، أما التصوير لأمير سليمان، وإلى اللقاء.